مرحبا بكم معنا في قناه ام جنات. اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم ديما كتشاهدوا لي فيديو ديالي. اليوم ان شاء الله جبت لكم انني غنصاوب لكم ان شاء الله بسطيله سهله خصوصا للمبتدئات، سهله مهله دغيا كتوجد ما كتاخذش الوقت وبقوعزه وبشوي بشوي يعني بطريقه يعني بمرحله بمرحله غنديروها ان شاء الله وسهله خصوصا للمبتدئه، غتجيكم سهله البنات غير تبعوا معايا المراحل مرحله بمرحله. دابا غنحتاجوا اول حاجه يعني غنطيبوا الدجاج هو الاول. هنا عندي كميه من الدجاج، يمكن لكم ديروا الكميه اللي متوفره عندكم يعني على حسب عدد الاشخاص. هنا راحنا قلال، هنا درت الدجاج يعني الكميه اللي بغيت. هنا عندي تقريبا واحد جوج حبات ديال البصل مقطعين رقاق كبار، وعندي هنا المعدنوس تقريبا، هي المعدنوس البنات مقطع تقريبا واحد 3 حتى 4 المعالق عامرين ديال المعدنوس. عندي هنا الملح، عندي هنا الزعفران شعره اللي ذوبته شويه في الماء، وعندي هنا خليط بين زيت المائده وزيت الزيتون تقريبا نصف كاس ديال العنبه. اللي ما متوفرش عنده زعفران شعره يمكن له يعوضه بديك دمتي ديال البنه ديال الزعفران الشعره، حتى هي راه غزاله كتجي لذيذه. عندي هنا نص ملعقه ديال القرفه، وعندي هنا معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم. هنا عندي معلقه صغيره ديال سكنجبير والبزار، وعندي هنايا شويه ديال السمن يعني تقريبا واحد المعلقه صغيره، والقرفه عواد حتى هي غنضيفها. اذا هادو هما المقادير، ندوزو ان شاء الله للطريقه. كما كتشوفوا البنات هنا رميت البصله، رميتها في الطنجره ديال الطبق يعني نديرو الطهي الاول او الطاوه اللي بغيتو. غنرمي دابا الدجاج، كمية ديال الدجاج اللي عندي، غادي نضيف عليهم كنسكس ديال الزيت المائده وزيت الزيتون، وغنبدا نضيف العطريه. دابا غنضيف هذيك معلقه ديال السمن، وغنضيف هذوك القرفه عواد، غنضيف شويه ديال الملح لان السمن ما كنساو وراه مالح عندي، غنضيف غير شويه ما عرفت البال شويه ديال الملح. غنضيف كذلك الخرقوم، معلقه صغيره ديال الخرقوم، غنضيف كذلك معلقه صغيره ديال الزنجبير او الزنجبيل، غنضيف كذلك الابزار تا هو، غندير غير نص معلقه ديال الابزار مغنديش معلقه كامله، وغنضيف كذلك شويه ديال القرفه لانني دايره عواد ديال القرفه ما بغاش يديرها يعني نديرها انا كتعجبني هي شويه ديال القرفه ماشي بزاف. وغندير كذلك شويه ديال الزبور، غنخلي شويه يعني غندير شويه غنخلي شويه يعني ما نديروش كامل. وبالتالي غادي ندير هاد الزعفران اللي دوبتو هكا في الماء، غنديرو هكا بشناف، غادي نخليهم يتشحروا مزيان، ومن بعد نخليهم اطلق هاد البصله بطبيعه الحال الماء ديالها، وغنخليه يطيب في هاد الماء ديالو يعني غير غنغطي عليه ما غنسيتش. درنا الدجاج يطيب لينا، هنا قبلت واحد الكميه ديالو تقريبا 300 غرام يعني الكميه اللي بغيتو اللي متوفره عندكم، ماشي ضروري ديروا نفس الكميه اللي درت انايا، او ديروا يمكن ديروا اكثر من الكميه اللي درت. هنا قبلت غسلت عفوا نقيته بطبيعه الحال، وقبلت هنايا كاسرونه رميت كاسرونه فيها الماء وفيها الماء كما قلت لكم، وخليته غير تهز الزيت الغليه وفسخته بطبيعه الحال ومسحته غير بزويه نشفته. وهنا في كاسرونه درت الزيت، تكون الزيت بارده يعني ما تكونش ضروري تخليوها تسخن، وغديروا فيها اللوز ديالكم يتقلى باش يتحمر مزيان من الداخل. غنقلي اللوز ديالي باش نصوبه ونرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات راه الدجاج ديالنا طاب، دابا غنحاول نزول الدجاج وغنخلي المرقه توقف مزيان يعني توقف ديك البصله مزيان ونرجع معكم. كما كتشوفوا هنا غنضيفوا داك الشويط ديال الربيع او المعدنوس اللي بقى ليا غنضيفوا باش يبان ليا في داك البيض، يعني غنفكس الاثناء البيض يعني نخليوه حتى توقف مزيان ونرجع معكم. كما كتشوفوا البصله ديالنا راه بدات توقف يعني وقفات تماما ما بقاش فيها الماء يعني بقات هي البصله. دابا غنبدا نضيف البيض، يعني تقريبا عندي واحد 5 البيضات. انا غنبدا نضيف البيض تنشوف واش بركه ولا خصني نزيد، يعني غنضيف البيضه بهذه الطريقه بسم الله، وغنبدا نحركها بسرعه باش طيب ليا يعني ما نخليهاش غير بشويه بالمهل ولكن بسرعه. غنضيف بيضه اخرى، وغنحركها
يتحرك كذلك بسرعه. طيب لي البيض قص من هذا البصله، خليو البطه شويه من البصله وعلى النار شويه مش على النار مجهده باش يطيب البيض على خاطر. وهذه البيضه الثالثه، شوف خصني باقي نزيد البيض ولا بارك غنزيد وحده الرابعه وغنحبس، يعني غندير غير اربعه ديال البيضات. هنا اربعه البيضات اللي درت صافي، غنخليهم يطيبوا مزيان وينشف هذا البيض بطبيعه الحال، وشويه نحركو ونرجع معكم. كما كتشوفوا هنا راه البيض بعد ما طاب لينا، يعني ها هو طاب، يعني طاب مزيان ونشف شويه البنات، راه نشفات نهائيا ما بقاش فيها حاجه غير يعني طاب البيض. دابا غندوزو ان شاء الله المرحله ديال اللوز. كما كتشوفوا هنايا داك اللوز اللي قلينا راني طحنتو هكا، طحنتو شويه يعني حاولوا تطحنوه مزيان، يعني ما يكونش داك المهرمش قاصح بزاف. غنضيفوا له معلقه صغيره ديال القرفه، شويه ديال القرفه، واللي عنده مسكه حره يضيفها. انا ما عنديش مسكه حره، انا ما عنديش مسكه حره ما غنضيفهاش. اذا ضفت هنا شويه ديال القرفه، غنضيف تقريبا واحد 3 حتى 4 المعالق. حيت انا في البصله الله لحدو ما درتش العسل، يعني هنا غندير السكر بزايد تقريبا واحد 4 المعالق ديال السكر، وغادي نخلطهم مع اللوز. كيبغي الحلاوه راه يزيد، اللي ما كيبغيش الحلاوه راه يقلل، ولكن هي تجي كامله حلوه تجي رائعه. نخلطو هكا اللوز مع السكر وغنضيفو تدريجيا ما زهر، يعني نحاولو نعلكو بشويه تقريبا واحد نص كاس ديال ما زهر. غنضيف ما زهر باش يجي شويه داك اللوز فاسك ما يجيش ناشف. غنضيف هكا ما زهر شويه بشويه، شوف واش خصو ولا نزيد. كما قلت لكم عندنا مسكه حره يمكن ليها ديرها، نضيف نزيد شويه ماشي بزاف، تقريبا واحد 3 المعالق ديال ما زهر. دابا غنتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال اننا نمونطيو البسطيله، يعني نصوبوها بالطريقه ديال اننا نمونطيوها. اذا نتلاقى معكم من بعد. كما كتشوفوا هنا كنجيبو مقله كتدخل هكا للفرن، يعني او الصينيه ديال الفرن. وهنا عندي الورقه ديال البسطيله، شفتوها البنات راه دهنتها بالزيت، ديما الجهه الملسه الجهه الملسه كتكون من الفوق، من التحت والجهه الخشه كتكون من الفوق. هاد الطريقه راني دهنها بالزيت من الجهه الملسه ديروها من الفوق، والجهه الخشه دخلوها لداخل. غندير هكا وحيده نشرب، وديما دهنوها بالزيت، يعني خاصها تدهن بالزيت. بهاد الطريقة نجيب واحدة أخرى الطرف الآخر تاعي ندهنا بالزيت، راني تندهنهم بالزيت ونديرها بهاد الطريقة. غنحاول يعني نكحزها بشوية عطينا ليسباس. كما كتشوفوا هنايا درنا ثلاثة في الجناب، وغندير وحده هكا الوسط في الوسط. ديجا راني وريتكم في واحد البسطيله مالحه ديال الخضره، وريتكم كيفاش ديروا مونطيو هكا البسطيله ديالكم، راه نفسها نفس الطريقه. ضروري كندهنوا بشويه ديال الزيت، دابا غندهنوا بشويه ديال الزبده. هنا عندي زبده اللي ذوبتها، ها هي زبده مذوبه، غندهنوا بها حتى هي باش تتبنن. خصني نبنو كتعطي تقرميشه. كاين اللي تيستعمل الصفار ديال البيض، انا ما كنستعملش الصفار ديال البيض، حتى هو كي زعما كيسدها مزيان. دابا غناخذو غنديرو هنايا اول حاجه غنسبق هذا البيض، ونشتو هنايا البيض الاولى، يعني ماشي مشكل تسبقوا البيض او الدجاج ما كاينش اشكال، يعني بحال بحال. سبقنا البيض هو الاول،
ضروري البنات يكون هذا الشيء يكون بارد، هذا الخام يكونوا باردين باش ما تقب لكمش الورقه ديال البسطيله. حاول انني نقادو قبل المعلقه او باليديه ماشي مشكل، يكون متساوي هاني الطريقه. ودابا غنضيفو الدجاج، الدجاج اللي ديجا حنايا فرتناه من بعد ما طاب فرتناه، غنضيف الدجاج، حيدولو العظم ضروري وتفرتتوه، تاخدو غير الهبرة ديالو، تساويوه هكا بهاد الطريقة. اخر حاجه هي اللوز، ناخذ اللوز بهذه الطريقه ونغسل يدي ونرجع لكم. كما كتشوفوا هنا من بعد ما ضفنا اللوز دابا غنبداو نرجعوا هاد الورقه بهذه الطريقه. وندهنوا بالزبده، ضروري خصكم تدهنوا بالزبده. غنجيب واحد الورقه وغنديرها من الفوق، غنديرها بالزيت ونديرها من الفوق، نحاول ندخلها هكا في الشناب، نقادها شويه بطريقه. غنزيد وحده اخرى، شوف غنحاول ندخل هاد الشياطه اللي هنا، نحاول ندخلها لداخل، شوف الطريقه. اللي بغى يديرهم هكا على شكل بسيط لصغير يمكنو يديرهم بس الطريقه ويكونوا على شكل بسيط لصغيرين. غنجيب ورقه اخرى وغندور هكا بالجناب كاملين باش نمونطيه. غندور على الورقه كامله ونمونطيه ونرجع معكم من بعد. كما كتشوفوا من بعد ما مونطيناها مزيان يعني حاولوا هكا تضغطوا هكا باليد ديالكم ودهنوها مزيان البنات بالزبده، راني دهنها بالزبده مزيان. غتاخذوا هكا قطيب وغتحاولوا تبقاو تضغطوا عليها هكا باش ما تطلعش لكم تقرش لكم ديك البسطيله من الفوق، حاولوا تثقبوا هكا باش تلقى فين تنفس. دابا راني سخنت الفران غندخلها تطيب على بوطه مهيله، طيب لي على خاطرها ونرجع ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا هنايا الفوق باش تشوفوا باش تصوبت هاد الوريضه، يعني غير البسطيله كتحاولوا تكمشوا هكا، شرط لي واحد الوريقه تكمشوا هكا بالنيات ودخلوها الطيب راه كطيب. ها البنات هادي مقرمشه واللوز زوقتها كخلي شويه اللوز حيت زوقت به الوسط، وهنايا درت شويه سكر صغير. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموني باللايك. الى لقاء ان شاء الله وصفات اخرى راه كتجي لذيذه وسهله البنات، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا لي في لي كومونتير كما العاده. الى اللقاء، كنتمنى لكم الخير.